بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه لا يمدين ما بعد. سعدت اليوم نلتقي بأحد الآباء الكرام الاسم الكريم محمود بن سعيد بن سلوم بن سالمين بن عبد الله بن أحمد الفرقاني. الوالد حمود، أريدك تحدثني عن حياتكم الزراعية في السابق، كيف كان؟ حياتنا الزراعية ترى بوي يصني معنى بيتحول في المال بومستننه، ما شاء الله، فهمت؟ معنى من أول القيض إلى آخر القيض. جميل. مكانه في المكان هذاك. نعم. إيه قيض وياه. يعني بو يصني يسكن في المكان بو هذاك. في المكان إلى كان ما في سكنة يسوي خيمة. نعم. ويعيش في ذيك الخيمة هو وولاده. ما شاء الله. اللي نخلص القيض. مكانه. نعم. إيه من كان يشتغل هن الأموال؟ وحدهم. وحدهم يشتغلون بمستطنيين. وحدهم. ما يقروا حد وكذا. إذا كان يروم النخل وإذا ما يروم يأجر أحد. جميل. إيه. زين، أيضا نظام البيدار، إيش الأعمال اللي كان يقوم بها البيدار في السابق؟ بيدار يسقى المال. نعم. يهبط الفلق ويسقى المال. ويحدر. نعم. وينبت. ما شاء الله. وإذا كان معنى يبغى يخرف راعي المال هيخرف. هيخرف نوبة لين يخلص. ما الأجرة اللي يعطى إياها؟ الأجرة يعطي ماشي ذيك يوم أجرة. نعم. يعطي مخرافة رطب. وبس. ما شاء الله. إيه. نعم. يخرف له نقلة نقلتين ويشتل. ما شاء الله. إيه. الوالد حمود، أريد أسألك أيضا عن أيضا في السابق نظام السبل كيف كان؟ نظام السبل كان معنى يتجمعوا فيه الشياب. نعم. بو يسوق. يسوق. نعم. وبو يسف. نعم. وبو يقلد قلاد. وبو يحفظ. يفحض حبال. نعم. فهمت. أه. وسوالف وهذا وقعاوي. نعم. هذا عندهم. هذا كان نظام. إيه؟ هل كان يستفيدوا من السبل أيضا في قراءة الكتب؟ يقريوا. أيضا يقريوا الكتب عن عمروها يعني بالقراءة أيضا والعلم. لا يقريوا. يقريوا فيهم ناس متعلمين. نعم. ويقريوا يقبضوا كتاب ويقريوا لهم. هل تذكر أسماء بعض السبل أسماهن في السابق؟ مثلا عند السوق مثلا شيء سبل معين لها اسماء. سبلة الكواروك قال لها. أه. سبلة الكواروك. نعم. وايش ايضا؟ في العقر. في العقر. ايه. وسبلة محمد بن سليمان السليماني. نعم ما شاء الله. وسبلة النيري. النيري. وسبلة من القناه. ما شاء الله. خرجت هذه من القناه من العقر. نعم جميل. فهم. وسبلة مربعة. اولاد بني غريب. هذا السبل. اللي كان هذا السبل. وكان ما دورهم فقط ما الأمور عزة وكذا، أيضا بقية الأيام يستفيدوا منه. إيه ويعزوا يوم عزة شوية. تراهم عزاهم ولا بسيط. كيف؟ إيه عزاهم يعني بسيط بس رعاة البلاد يعني. رعاة البلاد. هذا ما يجلسوا لا غديات ولا صاحب الغداء صاحب العزة يغدى له غد كان غدا ولا عشاء يغدوا له الجيران. جيران يعني. ما يسوي ما يسوي أول كذا كما توعيوش فهمت وعشيات أمور ضيافة وهذا تارك يعني هذاك يأتالوا ما راع العزاء. نعم. راع العزاء يأتالوا يقابلوه هي سواء غدا ولا عشي. نعم ما شاء الله يجيبونه. جميل. أيضا أنا لاحظك ما شاء الله دائما مرة أول بدراج الهواية والآن بالدراجة ناري. يعني إيش اللي حببك يعني تستفيد من هذه المعنى من ناري يريحني. كان الهواي أخبرك عنه. نعم. كان الهواي يوم من الأيام طالع من المقضاع هذاك بو قلبة الوادي. فهمت. ومحمد شارب ريالين قل. إيه نعم ما شاء الله. ومسوينه في السلة. فهمت. لقيت سيارة. نعم. وانا تراديت انا وطحت انا ودراجة. ايه سبحان الله. وخطها في القح يدرك. ايه سبحان الله. نو الوادي. اه. وما بقي لي شيء. ايه ما بقي لي شيء. نعم. واشتركت ما بقى اسمحت منه. ايه اسمح هيك. تفلق كله. ايه صدقت. هي تفلق. وعاد تركت الدراجة الهوائية. تركت الدراجة ما مرقولي نوبة ما اروم ادور وادي. نعم. ولا اروم اعتق. يوم ما القى مكان اطلع فيه. واركب في الدراجة هذا. نعم. انتهيت ماشي عاطل. إيه. ولا سنوات يعني انت تعودت على الدراجة الهوائية السيكل هذا 11 سنة. أيوة. في زنقبار درج. اي عشت في زنقبار. اي 11 سنة ما شاء الله في زنقبار. نعم. وتسع سنة تسع سنوات في البحرين. ايوه ما شاء الله كله سيفي وعملي بالسيكل ما شاء الله. جميل. وزنقبار كذلك. نفسه.
هناك روح ايش من الاعمال اللي اشتغلتها في سوق بار؟ تجاره ما شاء الله. بيالوالد بيالوالد يعني كان هناك ما شاء الله. وانت من عمر صغير يمكن طلع صغير ان شاء الله اني الوالد. تقريبا كم عمرك كان في اليوم؟ 12 سنه. 12 سنه. ومن ذكرياتك تتذكرها هناك؟ ما اتذكر الا التجاره هذه بو سويناها. نعم. وهذا ودوم نسرخ ودوم هذا. وبعدكم تعرضوا حال في الاشياء. سرقونا العبيد شو سبحان الله. يسرقونا ما يبقي شيء. نعم. يبقى الدكان خالي نلقى يسيولنا دواء. سبحان الله. يجيبوا دوية ويخلوها في مكان. نعم. ما تدرى انت في النوم. سبحان الله. في النوم حتى. نعم. ويفعلوا هو يبغيوه. او نص شلوا لك مالك وقتلوك ولا سلموك. ان شاء الله. الحمد لله الله سلمك. زين. ايضا الوالد حمود اريد اساله في البحرين كم سنة عشت؟ سنوات. مو الأعمال أيضا اشتغلت هناك؟ عملت في الشركة قال شركة عريف. آه ما شاء الله. شركة بريطانية. نعم. إيه؟ ما رحت بلاد أخرى سعودية قطر. ما سرت إلا نعم. إلا موسم الحج السعودي. كيف كانت حياتكم هناك؟ في البحرين. إيه؟ هو عايشين مع 20 نفر. ما شاء الله. في البيت. كنا من نزوة. نعم. هذا نفر واحد من بعده. معانا. نعم. اسمه عبد الله بن زاهر. أيوه. إيه. وطول النهار العمل يعني كان عندكم؟ لا 8 ساعات. 8 ساعات تشتغلوا في العمل؟ اي نعم. 8 ساعات ما شاء الله. اي نعم جزاك الله خير ما شاء الله. والامور طيبه ترجع من العمل تلقى ابو متقدم عاد مسوي الاكل. نعم فهمت. صحيح. تقدينا مع بعض وهذا ما شيء ما يتروع ولا شيء هناك. نعم ما شاء الله. هيك ذا صراحه. ماشي ماشي بارك الله فيك الوالد حمود. بعد هذه التجربه من الحياه ايش نصيحتك للشباب؟ نصيحتي للشباب المعنى هاو يكونوا المعنى يطالعوا أهاليهم. نعم جميل. ويسيروا المساجد. ممتاز. فهمت. هذه النصيحة. بارك الله فيك. يقوم بواجبهم حال والديهم. نعم. هذه. الله يحفظك والد حمود سعيد الحقيقة باللقاء معك والحديث إليك. بارك الله فيك حفظك ووفقك الله. جزاك الله خيرا.